السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنسوي حشوة من نستلة احترافية. عندنا 300 غرام نستلة أسود، تمام، وعندنا 200 غرام كريمة سائل، تمام، كريمة سائل 200 غرام. ميتين غرام، وعندنا 40 غرام نوتيلا. إذا نريد نسويها نطعمها بالنوتيلا. ننتظرها تغلي بعدين نضيفها على النستلة. بعد ما غلى الكريم شانتي نضيفه على النستلة، تمام، ونخليه نخلي الحرارة مال الكريم السائل النستلة تمتصه، تمام. هسه نخلط. هاي الفصوص لازم كلها تذوب. طبعا اذا عندنا مكسر نضربه مكسر لمدة تقريبا دقيقة. اخر شيء نسلبنه ونعوفه يبرد بدرجة حرارة الغرفة، وبعدين نخليه بالثلاجة على مود يصير بارد، على مود نحضره للخفق بعد ما يبرد.